يعني من سوهاج لأسوان، لأن مفيش شك الطقوس الرمضانية في مصر مختلفة عن أي مكان تاني. والجميل كمان إن الموضوع يمكن في المحافظات بيكون ليه طقوس وليه طابع خاص مختلف، زي محافظة أسوان اللي أهلها بيهتموا جدا بالأكلات والمشروبات النوبية اللي لازم تكون متواجدة على مائدة الإفطار. ويمكن أنت عندك قصة شوية مع الأكل النوبي. أنا عارف، أنا بحب الأكل النوبي جدا وبحب المشروبات اللي بتبقى بتتقدم هناك. عندهم طريقة كده في طريقة، لا ده عندهم طريقة شاي بلبن بالقرنفل، في حاجات مش سهلة هناك. اللهم إني صادق. احنا رحنا أسوان وتحديدا قرية كركر، وعشنا مع أهالي القرية الطقوس اللي بيتميزوا بيها والأكلات اللي دايما بتكون موجودة على الفطار أو السحور. خلينا نشوف زميلنا محمد رفعت عملنا إيه في التقرير اللي جاي. بنجتمع كل اسبوع مره، احنا عندنا هنا 8 قرى بنجتمعوا ونفطروا مع بعضينا، كل واحد بيجيب الصينيه بتاعته بقى اللي فيها الابريج المشهور بتاعنا، الابريج والكركديه والحاجات دي، وبعد كده ايه بنتعشى هنا برضو مع بعضينا. كل اسبوع، في اسبوع تاني بننتقل الى القريه الاخرى بقى، القريه الثانيه مثلا. هذا كل شهر ده محبه، بيعمل الفه والترابط. حتى بيجوا لنا ناس من اخواننا قرايبنا اللي طبعا اللي في أسوان واللي في التهجير بيجوا هنا برضه بيحضروا معانا في هذه الاحتفال العظيم. احنا هنا بنتجمع ان شاء ما شاء الله كل في الفطار مع الاخوه، جميع القرى كركر بنتجمع هنا، وكل قريه بيكون فيها قرى المجاوره ليها بيعملوا فطار وبنفطر مع بعض، بنتجمع الاكلات الشعبيه، بيجي كل واحد بيجيب من الاكلات الشعبيه الموجوده، من الفته من الخماريت والفتي والحاجات ده، حاجات شعبيه الناس هنا بتحبها ان شاء الله بتتجمع. كل سنه بنعمل مجتمع كده، بنجتمع ونعمل عزومات وكده في رمضان الشهر الكريم طبعا، عشان كده فبنعمل عزومات في كل قريه من هنا 1 لقريه 8. واحنا هنا بنشتهر طبعا المشروبات معروفه، الابريك والاراديب. الابريك طبعا من المشروبات النوبيه، وعندنا هنا طبعا الاكل والشرب، طبعا في الخماريت ده معروف طبعا ان هي السنايس وكده، وبنعمل حاجه اسمها الاتر وبنعمل وكده، يعني الاكل النوبي المشهور يعني.